بمشاركة 150 مدرسة على مستوى الفيوم، نظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف معرض برنامج صحتهم مستقبلهم. فعاليات متعددة ضمها المعرض تنوعت ما بين ورشة عمل للتربية الفنية وورش لتوظيف الألعاب الترفيهية في تعلم أساسيات ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب ورش لتعليم الطلاب أساسيات السباكة. بنشتغل في 150 مدرسة على 6 محاور، المحور الأولاني ترشيد استهلاك المياه، المحور الثاني الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، المحور الثالث التغذية الصحية السليمة، المحور الرابع النظافة العامة، المحور الخامس النظافة الشخصية أو غسيل الأسنان، المحور السادس التغيرات المناخية. دي الست رسائل اللي احنا بنشتغل عليهم بالتعاون مع التربية والتعليم. المدارس المشاركة في المعرض نظمت بعض العروض المسرحية عن أساسيات الحفاظ على الصحة والتغذية السليمة والتغيرات المناخية، بما يؤدي إلى نشر الوعي البيئي والمائي والصحي لدى تلاميذ المدارس. تنمية العقول في المدارس لأولادنا وأطفالنا من خلال أنشطة مختلفة وعروض مسرحية ومن خلال ألعاب، الحاجات دي طبعا الأولاد بيحبوها. مشروع صحتهم مستقبلهم يستهدف بأنشطته 177 ألف طالب وطالبة داخل 150 مدرسة بالإدارات التعليمية داخل الفيوم لخلق جيل واع لديه المهارات والسلوكيات الصحيحة. عشان نعمل نموذج النظافة الشخصية كان عبارة عن ان احنا كنا في المنزل احد صديقتنا كانت بتشارك ادواتها مع اختها، فاحنا لما شاركنا في المبادرة عرفناها ان النظافة الشخصية ادواتنا الشخصية ما بنشاركهاش مع حد. ما سيبش الحنفية مفتوحة وامشي، استخدم مية هادئة ما افتحش الحنفية، السمور على جامد قوي. النموذج بتاع النظافة الشخصية ده هو بيعلمنا ازاي ان احنا نقدر نحافظ على نظافتنا الشخصية، والنظافة الشخصية دي ما ينفعش الادوات بتاعة النظافة الشخصية دي اي حد يستخدمها، لا بتكون حاجة ذاتية وبتكون للشخص بس. المعرض وانشطته المختلفة والفعاليات التي جرت في اطاره كلها تعمل على تنشئة جيل قادر على الحفاظ على موارد الوطن وعدم الإضرار ببنيته التحتية من خلال ترسيخ مفهوم الترشيد والحكمة في استخدام الموارد. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.